نعم. يوسف وشمسان وتاج قباب كانت تعبد من دون الله حول الرياض قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقيام الإمام محمد بن سعود معه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وتاج طاغوت حول الخرج كان يعبد من دون الله وكانت عليه قبة. وشمسان كان حول الرياض، وكذلك يوسف، كلهم كانوا حول الرياض قبل ظهور دعوة الشيخ رحمه الله تعالى. فيقول المصنف رحمه الله: أرأيتم أولئك الذين حرقهم علي رضي الله عنه، وهم الذين يسمون أنفسهم بالسبائية، السبائية، جاءوا إلى علي رضي الله عنه فقالوا: أنت هو. قالوا: وما هو؟ قالوا: أنت الله. فحاول أن يتوبوا ويرجعوا فأبوا، فجمع حطبا فأحرقهم، مع أن ابن عباس قالوا: اقتلهم ولا تحرقهم، رضي الله عنهم أجمعين، أعني عن ابن عباس وعلي. قال: فقال علي: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. قنبر مولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. السؤال: أليس هؤلاء الذين حرقهم علي يدعون الإسلام، يصلون يصومون لم ينكروا النبي صلى الله عليه وسلم وهو إلى آخره، يفعلون كل الطاعات، لكنهم جعلوا علي رضي الله عنه في مرتبة من؟ الإله. أتظنون أن علي رضي الله عنه لما حرقهم وفعل بهم ما فعل، أتظنون أنه قتل مسلمين؟ ها؟ لا والله، بل قتل مشركين. فما الفرق بين الذين قتله علي وبين الذي يقول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به؟ لا فرق. وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، وبين من يقول: قد خصني بالعلم والتسويف والتشريف، إن قلت كن يكن بلا تسويف، وبين من يقول: مدد يا فلان، مدد يا فلان، ينادي الموتى، وبين من يقول: أعطني ولد يا فلان، مدد يا فلان، أنا في حماك يا فلان، لا تخيب رجائي فيك. هذه عبارات نسمعها عند أصحاب القبور دائما. أليس هذا مثل أولئك الذين قتلهم علي رضي الله عنه؟ أولئك ادعوا الألوهية لعلي، وهؤلاء ادعوا الألوهية لعدد من المقبورين وظنوا أنهم يملكون لهم نفعا وضرا من دون الله سبحانه وتعالى. نعم.